بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. لازلنا نتدارس سلسلة الحروف، وقد كان آخر حرف تدارسناه وتعرفنا عليه هو حرف الجيم. اليوم سنرحب بحرف جديد من هذه الحروف. لنبدأ، انظروا إلى هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ هي صورة صاروخ، صاروخ، ومكتوب هنا كلمة صاروخ. الحرف الملون باللون الأحمر هو حرف الصاد، حرف الصاد. إذن درسنا لهذا اليوم سيكون عن حرف الصاد، وسنتعرف على أشكاله ونقرأه مع المدود وبعض التدريبات. وقبل هذا لدينا نشيد لهذا الحرف، سأعرض عليكم فيديو لهذا النشيد، أرجو أن تستمعوا له. خفيف الحركة يصبر حتى تعلق سمكة، موهوبا وخفيف الحركة يصبر حتى تعلق سمكة. يسحب سنارته فرحة، يرقص يلعب يقفز مرحا. يسحب سنارته فرحة، يرقص يلعب يقفز مرحا. في السلة أسماك كثيرة تتحرك، هي جد صغيرة. في السلة أسماك كثيرة تتحرك، هي جد صغيرة. صياد ألقى السنارة راح يصيد بكل مهارة. صياد ألقى السنارة راح يصيد بكل مهارة. موهوب وخفيف الحركة يصبر حتى تعلق سمكة، موهوب وخفيف الحركة يصبر حتى تعلق سمكة. رحلتنا مع حرف الصاد فيها المتعة يا أولاد، رحلتنا مع حرف الصاد فيها المتعة يا أولاد. حلوا نكتبه في الدفتر كي نحفظه أكثر أكثر، حلوا نكتبه في الدفتر كي نحفظه. بعد أن شاهدتم الفيديو سننتقل إلى أهم المفردات التي وردت في النشيد. بداية، كلمة ألقى بمعنى رمى، وموهوب أي شخص متميز. والمتعة التسلية، المتعة التسلية. الآن سننتقل إلى أشكال حرف الصاد. حرف الصاد له أربعة أشكال. هذا شكله في آخر الكلمة منفصل، وهذا في آخر الكلمة منفصل، وهذا في بداية الكلمة متصل بما بعده، وهذا في وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده، وهذا شكله في آخر الكلمة متصل بما قبله. الآن مثال على كل من هذه الأشكال. حرف الصاد في آخر الكلمة منفصل، مثال ذلك كلمة باص. باص، نلاحظ أنه جاء في آخر الكلمة لم يتصل به شيء. أما في آخر الكلمة متصل بما قبله، كلمة لس. كلمة لس، نلاحظ أنه اتصل بما قبله حرف اللام. في بداية الكلمة لدينا مثال صف، وكذلك كلمة عاصم جاء في وسط الكلمة ولكنه غير متصل بما قبله، وفي وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده، كلمة عصفور. عصفور، جاء في وسط الكلمة حرف الصاد متصل بما قبله وبما بعده. الآن لنقرأ الحرف مع المدود القصيرة والمدود الطويلة. بداية القصيرة، صاد فتحة صه، صاد ضمة صو، وصاد كسرة صي. مع الفتحة صقر، صقر، جاءت الفتحة فوق حرف الصاد. مع الضمة صندوق، صندوق، ومع الكسرة صفر، صفر، جاءت الكسرة أخيرا تحت حرف الصاد. إذن هذه المدود القصيرة. أما المدود الطويلة مع الأحرف، صاد ألف صا، وصاد ياء صي، وصاد واو صو. مع الألف كلمة صالح، صالح، مع الياء عصير، عصير، ومع الواو أخيرا صورة، صورة. إذن هذه كذلك المدود الطويلة.
الآن لدينا بعض الصور، أسمي الصور وألفظ حرف الصاد. الصورة الأولى هذه صورة صوص، فيها حرف الصاد في آخر الكلمة منفصل وفي بداية الكلمة متصل بما بعده. الصورة الثانية بصل، في وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده. الصورة الثالثة صورة باص، صورة باص في آخر الكلمة منفصل. وأخيرا مقص، صورة مقص جاء في آخر الكلمة متصل بما قبله. الآن لدينا تدريب عن حرف الصاد، ارسم دائرة حول حرف الصاد المناسب. كلمات وأشكال حرف الصاد، الكلمات إجاص، حصان، صياد، قميص، جميعها فيها حرف الصاد بأشكاله المختلفة. بداية كلمة إجاص نلاحظ أنه منفصل وفي آخر الكلمة، إذن كما مر معنا سابقا هذا هو شكله، في آخر الكلمة منفصل. الكلمة الثانية حصان، جاء في وسط الكلمة متصل بما قبله وبما بعده، وهذا هو شكله في وسط الكلمة. صياد، جاء هنا في بداية الكلمة متصل بما بعده، وهذا هو شكله في بداية الكلمة. وأخيرا قميص، جاء في آخر الكلمة متصل بما قبله، وهذا هو شكله في آخر الكلمة متصل. ننتقل أخيرا إلى الواجب المنزلي، سؤال تحليل وسؤال تركيب. سؤال التحليل كلمة عصفور وكلمة صابر، نحللها إلى حروفها. وسؤال التركيب لدينا كلمات محللة، الكلمة الأولى ألف ولام وقاف وفاء وصاد، تصبح كلمة القفص، نجمعها في كلمة ونكتبها في الفراغ. الكلمة الثانية صاد واو صاد، تصبح كلمة صوص، كذلك نجمعها في كلمة واحدة ونكتبها في الفراغ. بالإضافة إذن هذا المطلوب منكم، بالإضافة إلى حفظ أشكال حرف الصاد. ونكون بذلك أنهينا درسنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.